الصويره موجادور مدينه الرياح الحصن الصغير، الصويره مدينه مغربيه ترجع الى ما قبل التاريخ حيث استخدمها الفينيقيون والقرطاجيون كقنطره للعبور. الصويره انشا بها الملك يوبا الثاني ملك موريتانيا الطنجيه اول معمل للصباغات المستخرجه من المحار وكان يصدرها للرومان. الصويره استخر بها البرتغاليون واطلقوا عليها لقب موجادور، الصويره اعاد بنائها وتشييدها سيدي محمد بن عبد الله 1760، الصويره تعتمد على السياحه والصيد البحري. من معالم الصويرة حصن الصويرة المدينة القديمة الملاح اليهودي الذي بناه أحمد المنصور الذهبي السلطان السعدي واستقدم إليه اليهود لتنشيط الميناء التجاري جزيرة موجادور ساحة مولاي الحسن تجد الإشارة أنه من مواليد الصويرة ميلد الشعبي الملياردير المغربي المعروف وكذلك أندري أزولاي مستشار الملك محمد السادس الصويرة مدينة التعايش الإنساني تحياتي إلى أهل الصويرة تعالوا إلى الصويرة لتروا العجب العجاب وشكراً